إن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لدى الجانب الإثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية والجنوح لفرض أمر واقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها. هذا النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة إنما تفضح عن تجاهلها بل وجرائها وملء دون اتفاق، وبالتالي لا تهتم هنا وتلقي بالا لمجلس الأمن. وهذا التصرف الأحادي يفضح عن تجاهل وازدراء لقواعد القانون الدولي. وهذه التصرفات الأحادية الإثيوبية المستمرة وهذه وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم في تحويله من نهر عابر الحدود للحياة إلى أداة سياسية من وذلك لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة. لهذا السيد الرئيس اختارت مصر مجدداً طرح هذه القضية على مجلس الأمن مجدداً. إن التصرفات الأحادية والمستمرة من جانب إثيوبيا والإخفاق المتواصل للمفاوضات مع غياب أي مسار فعال وجاد في هذا المنعطف لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية هي الاعتبارات قد دفعت بمصر إلى مطالبة مجلس الأمن التدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة. لقد جاءت مصر إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي واقتناعنا المتأصل بأهمية وفاعلية دائما العمل متعدد الأطراف كأداة لتعزيز السلام ومنع الصراعات والنزاعات والتزامنا بالمبادئ التي أسسها وقام عليها ميثاق الأمم المتحدة وثقتنا الدائمة في قدرة المجلس على الاطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة الأزمة هذا السد الإثيوبي. وانطلاقا من حقيقة أن من الفوائد الكبرى التي يسديها هذا المجلس للإنسانية تكمن في سلطتي وقدرتي على التحرك بشكل استباقي لحماية. لقد انخرطت مصر لحماية وصون السلام وليس الإحجام وعدم الاكتراث لتعرض حقوق الدول وبقائها للتهديد. السيد الرئيس، لقد انخرطت مصر وبفاعلية على مدار عقد كامل في المفاوضات ذات الصلة بالسد الإثيوبي، ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد في بدء تشييد هذا السد بالمخالفة للالتزامات الدولية المفروضة عليها كدولة منبع يتعين عليها الإخطار المسبق والتشاور مع دول المصب، سعت مصر إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة. كان يحدون الأمل ولا يزال في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة والمتوثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت وبفاعلية وعلى نحو مستدام، ويعكس أن مصر ظلت ولا تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها وسياسة مصر الثابتة والمعهودة في تعزيز وزيادة فرص التعاون المشترك مع أشقائنا من دول حوض النيل.